المطبخ التونسي مع ماما ألفة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا عصبان تونسي، باش نعملوا بطريقة جربة. سألتكم على طريقة نتاع العصبان، عطيتوني برشا طرق، عجبتني طريقة نتاع جربة، حسيتها هكا مختلفة برشا شوية مش برشا على اللي مستنسين عليه، باش نعملوها ان شاء الله ونجربوها. اول حاجة لهنا خليت الخضرة نتاعي، زوز رباطي معدوس، والسلق لقيت هذايا ما نعرفش اسكو هو سلق ولا لا، خاطر ما نعرفش منظره، ظهر لي كي السلق نتاعنا اللي في تونس لقيته في الغرون فري، لكن هما يسميوه اسم اخر، فضيعت التيكي باش نقول لكم شنو هو الاسم حاسينو اللي يسميوه. لقيت كان هالربطين هذوما ظهروا لي يشبهوا للسلق، حتى كي خديت هكا طرف نزلت عليه حسيت ريحته ريحه سلق. دونك السلق هذا هو اللي يعجبني للصغير، يعني يعجبني للعصبان خير ماكل كبير اللي موجود في الخارج عندكم. السلق الكبير هذاك موش بنين جمله. هيا برا قلنا نجربوا هذا، وخذيت معاهم شويه سبنيخ زيدا. نقولوا ربطين سلق، ربطين سبنيخ، وربطين معدنوس، وكل واحد يعمل بطبيعه المتوفر عنده. تعملوا سبنيخ صافي، معدنوس موجود بريسك باختو، والسبنيخ موجود باختو، كان السلق هو اللي صعيب شويه. وهذا الفرد الحشو نتاع الدواره، خديت الردي ومشيت هكا بكتبه ربي، لقيت الردي هذايا ها هو، وهذه الكرشه لقيت عنده كرشتين في بالي باش ناخذ كرشه، خي عطاني الثانيه بليش. ها هي الكرشه باش نغسلها معاكم ان شاء الله، ومن بعدها على الردي. وهذه الكبده، الساشيات هذوما راني كي ناخذهم من عند الجزار قبل ما ندخل للدار نعقمهم بالجافير الكل، ما نحطش على البلون دو ترافاي نتاعي حاجه جات من الشارع وهي مش معقمه. وخلينا القلب زيدا، لقيت عنده كان زوز قلوب هذوما الاخرانيين. وخليت هذايا اللحم باش نقص منه زيدا، هو باش نعملو للفخض. طبعا باش ننظف الكرشة ناخذ كسرونة نحط فيها ماء يغلي، بسم الله، ولا هي تغليها على الغاز، ما نغطسش الكل مع بعضه راهو يبرد، وكي يبرد يستحق باش عاود نطيب مرة أخرى. خليها دقيقة هكاكا، دقيقة ونص، ومن بعد نجبدها. ها هي صاي عدت الدقيقه نتاعها، ماي سخون راهو يغلي، بعد نجي ننظفها. وهاي كيفاش تنظف، وبسكينه ماهيش ماضيه باش ما تجرحهاش، نجي نقشر بكل سهوله. كملت نظفت الكرشة هايكا، جست بنعملها تشليلة بشي نحيو كطروف الزيدين رغم ذوكم جست من البلان دو ترافاي. وهذه كرشتنا هايكا نظيفة، هوني راني غلطت قبيلة قصيتها بالمقص، قبطة منها ومن مش مشكل. الكرشة صي حطيت لها الماء والخل خليها تتنفخ فيهم، ونجي طوى للكبدة. الكبدة اش باش نعمل لها، باش نحيلها كالدم نتاعها هذيك والزفورة يعني اللي فيها. والقلب زيدا نحط معها القلب، ونصب عليها طوى الخل، ونخليها نزيدها شوية ماء خففها، ونخليها حتى تسيب الدم نتاعها الكل وفك الماء هذيك باش تتنحك الزفورة هذيك. هذايا نسخيلو سلق، جيت نذوق فيه نلقاه قارص ما طعمو، تي حاسيلو مش باش نعملو. ما كاتب يتعمل كان المعدنوس والسبنيخ. وطبعا بعد ما كملت قصيت الخضرة معدنوس والسبنيخ باش نقص اللحم.
كمان تقصيت اللحم وها وطاوش مشي للكبده باش نشللها مليح. شوفوا لونها كيفاش ولا خرج منها هيك الدم هذاك حتى من القلب وزر الدم خرج كبد كبد. نشللهم ونجي نقصهم زيد هما. حط اللحم ونقص القلب والكبدة. هو الكبدة والقلب كملناهم. هذا القلب وهذه الكبدة. باش نحط البصل عندي لهنا كعبتين بصل، هذا البصل الربعي. الأخت اللي عطتني الوصفة متاع العصبين هذايا ربي يبارك لها يعطيها الصحة عجبني على الأخر، قلت أول مرة نراه خاصة طريقة تطيبه تو تشوفوها كيفاش محلاها كي تتعرف على وصفة جديدة من بلادك. يلا نجي نقص البصل. أنا في العادة نقص البصل خشين راني العصبين، أنا هاني باش نقصو جويدي تسمى. توا باش نفوحو نبداو بسم الله بالملح. الملح بالكدا على خاطر عنا الروز باش يشرب، هي قالت لي تحط يا كسكسي يا روز. وفلفل اكحل الكركم تبل وكروية حط له شويه فلفل زينه، ما قالتليش فلفل زينه راهو هنا زدتها من عندي فلفل زينه. باغ كونطخ قالتلي هريسه عربي، هذه هريسه عربي عملتها معاكم في طبعا نحطها لكم في صندوق الوصف، عملتها معاكم قبل فيديو وحدها. شيخوه بالهريسه وبصح تزيد زيتون، هي ما قالتليش زيت، هما الظاهر انه لازم نحطوا له زيت خاطر ما عنديش شحم وما عندي حتى شيء معناها فيه دهون. صار نحطوا الكل الزيت الزيتونه والروز، عندي روز بسمتي انا اخترت تقريبا 3 حفنات كبار. بسم الله خلط من الاول، نبدا باللحم مع الفيه ومن بعد نجيب الخضر. خلطنا الكل مع بعض مليح، الريحه ما شاء الله. باش نحي منه العصبين هذايا مثلا نخليه جربي، وهذايا باش نعمل باش نزيدو لفاح نتاعنا اللي نحنا مستأنسين بيه النعناع الشايح. ها هو والثوم، ها هو تقريبا 6 سنون ثوم حطيتلو. ونجي باش نعمل كعبات الكرشة باش نفصل الكرشة. بسم الله منسدفوهاش على الاخر خاطر عنا الروز باش يخليها تطرشق. يلا باش نسكرها بالليكيوردون. هذه سهلة، هو اللي ما نقدرش نسكرها نعملها بنعملها بالخيط هاك. هاك واللي بردي
شنو نعملوا لها؟ نجي ناخذ طرف تردي هكا ونحط فيه العصبينة هكا هي، نلفها مازلت ما قصيتوش الردي. نجي هيك كلها من بعد نجيب المقص ونقص الزيت. نجيها هكا وعندي هذا الخيط متاع اللحم ولا اي خيط عندك ولا اللي عنده المصارن يسكر بالمصارن. العصبين الجربي، والا كما قالت لي اميمه اللي عطاتني الوصفه قالت لي يقولوا له زاد محشي. المهم يتعمل طوا معش بعد اذنها خلي لكم التصاور، كان حابه طوا نحط لكم التصاور على الفيديو شوفوا معناها كيفاش يجي في الاصل الاصيل. طوا واش باش نعمل؟ باش ناخذ كعبات العصبين بيتوا برا في الفريجيدير وسيبوا الماء نتاعهم، الماء مانيش باش نتخلص منه هذاك باش نخليه. الماء نتاع الخضره هذاك واللحم نجمو تعملوه في نهارتها، غير انا عملته مؤخرا هذاك علاش. وقالت لي ادهنوا بالهريسه العربي باش ما يبداش شايح من بعد كي تفور، ما يبداش شايح باش نفوروه. راهو ناخذ مرطه الهريسه العربي، الهريسه راني انا لهنا مخلطتها بطماطم الشايحه راه دونك مش تقولوا راهي حاره وكل عامله شطر بشطر ويمكن طماطم اكثر ما تجينيش حاره. توا ندهن هكا وهكا علاش خليت له الماء نتاعو هاكا انا في الانستغرام طلبت على الوصفه، ملي طلبت على الوصفه جاني الميساج هذايا قداش شرحت عليها تخيلتها صاي. ان شاء الله تسامحني اللي مرجتها بالاسئله. توا باش ناخذ الكسكاس، عندي لهنا الكليل، شريت له الكليل، قالت لك يا تحط كليل والا تحط مغارف ولا فراقة ملوطة كيما يعملوا الرز الجربي باش ما باش يفور معناها وكل. اما انا حبيت الكليل على النكهة البنينة نتاعو. برا قلنا نفرشوا الكليل خير، ان شاء الله ما يكونش برشا ما نعرفش. ونحط عليه كعبات العصبان، بسم الله، ثلاثة أربعة هكايا، نحطو على جنب ونجي توا باش نفوح المقرونة. أوك علاش خليتها حطيتها في المقفول باش الماء هذاك يقعد لي غاديك المقرونة، باش نقص فيها مقرونة جارية. قالت لي يعملو تحتها مقرونة جارية، أنا كنت باش نعمل معها روز خديت لها روز، ياخي قالت لي نحنا نعمل المقرونة جارية في الأصل، قلت طيب برا نكملوها بديناها نكملوها على أصول. وقولوا لي عاد نتوما خاطر اكيد الناس كلها مش كيف كيف في جربه يطيبوا بنفس الطريقه، فما اللي يبدل الفحات وفما اللي يبدل حاجات هو اللي يحبها. كل واحد يحط حاسيله بطريقته ولا توارثها بطريقه اخرى على امه ولا ماماته. الناس كلها ديما مش كيف كيف وديما نحترموا الاختلاف، ما نقولوش ما تجيش هكا وتجي هكا ولازمها هكا سينو مش هكا. بيت البصله قصيتها كيكة، نحط عليها الزيت، هما عندهم البزار نحنا عنا التبل والكروية، وهمش نفس الطعم راهو البزار ابن هاكا ما نكثرش على خاطر عنا العصبين. قالت لي العصبين قوي يهبط الماء نتاعو معناها يقوي دونك ما نفوحوش برشا المقرونة. حطوا الكركم والملح
وطماطم معجونه. باهي لهنايا توا قعدت نسال فيها حسيلو على اللفاح، قالت لي البصل في بالي ما كتبتليش معناها بصل في الحكايه، باش باش نعمله باش نحطه في الميكسور كل نخلطه، قالت لي يجي بالثوم وبالطماطم. حسيلو وقالت لي نجم يجي كسكسي زاده، نجم تعمل كسكسي في الكسكس بروحين، فما مقفول وفوقه كسكس وفوقه كسكس اخر. المهم انا باش نحي هذوما الكل مع بعضهم ونزيدهم طماطم معجونه والثوم، باش نرحي معاهم اربعه سنون ثوم كبار هكايا، نرحيت الكل مع بعضه. هاكا شلل في القمصان، نحط له طماطم. علاش قعدت هكايا نقدم من وخر، حبيت نجتهد وحدي وبعد قلت لي نعملها كيما يعملوها هما، هاكا نقرب وكها قد ما نقدر. نحط طاوة طماطم معجون، مغرفة ونص تقريبا عملت، وباش نرمي من عندي ورقة رند ما نعرفش يحطوا ولا في المقرونة، مادام فيها ثوم قلت نزيدها كوريقة رنديز، باش نزيدها شوية شوية هريسة عربي. شوية هريسة عربي وفلفل أحمر. يلا نصب لها الماء، نمرقوها باش تقعد تفور، مش في الشايح في الماء، طيب يشرب هذاك الكل ويشرب. الكسكيس ونغطي الكسكيس ونمشي على روحي. وهذايا العصبانة هاكا قاعد يتفور من ودكم وما نشهيكم في الريحة اللي في الظهر ما شاء الله. هاكا وهذه المرقة نتاعو تقريبا عنده ساعة غير ربع، ما زدتو حتى نكتة ماء. طوى العصبانة هاكا تفور، خرجت كعبة لحم على برا، ذقتها لقيته طايب زبدة ما شاء الله. خنزيد نشوف الكرشة، كرشة ما شاء الله كيف كيف تنزل عليها ذايبة ما شاء الله، لكن حسيته شيح، باش نهز شوية مثل الماء نتاعو المرقة هذيكا اللي باش نرمي فيها المقرونة ونعملو هكا بلة صغيرة. نرمي فيها المقرونة، عندي مقرونة فل هذية ومقرونتنا طابت حضرت، نقدموها. بسم الله، باش تزيد تشرب راهي، نحيلهم خيطهم. نهزو العصبانات نحطوهم، باش نزين المقرونة بشوية معدنوس هكا في الجرجيس، كي نمشيو يطيبولنا مقرونة هكا ويحطولنا فيها المعدنوس تجي بن على بن. وهذايا المقرونة والعصبين ولا المحشي الجربي احضر، مبقالنا كي باش نذوقو ونعطيكم راينا. هي من ريحة ما شاء الله حاجة بنينة على الاخر. خلي نقص معاكم العصبين ونشوفوه من داخل. ما شاء الله هاكا من داخل كيفاش، نودكم وما نشهيكم. والمقرونه بسم الله بنينه، ما فيها مطعم الكليل قوي، يقولي انا كثرت من الكليل. بسم الله نشوف العصبين، بسم الله روعه، العصبين ياسر بنين بسم الله. نجمو تغلقوه بالهريسة العربي أكثر من اللي عملت أنا، ماهوش حار وبين على الأخر، والخضرة تنجمو تزيدو أكثر من اللي حطيت أنا. هاكا هو، وهذي وصفتنا كانت لليوم، إن شاء الله تجربوها. إن شاء الله تعجبكم في حلقة أخرى ووصفة أخرى، وبسليمة المقرونة. بسليمة بالمقرونة والعصبين.